السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعنا غالي. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا اليوم من قلب الشركة الصينية شركة هافال، جيناكم بتغطية خاصة عن H2 موديل 2020. بنستعرض مع بعض مواصفاتها وتفاصيلها بشكل مختصر وبسيط وسريع، فخلوكم معنا. طبعا شركة هافال بشكل عام كل سياراتها SUV، ما عندهم سيارات سيدان طبعا، فحبينا نغطي لكم اياها بشكل كامل. فئة الفل كامل سقف بانوراما بالتحديد، بنغطي لكم نفس الفئة هذه لكن تختلف او الاختلافات ما بين الفئتين في السقف بانوراما وبدون. فخلونا نركز على السقف البانوراما في البداية، بعد كذا نتفرغ للفئة الثانية. مثل ما هو واضح الشبك الامامي جاي مطلي بالكروم بشكل كامل، بالإضافة لفتحات تهوية بأسفل الشبكة الأمامي وعوارض للحماية، بالإضافة كشافات ضباب. بالنسبة للإضاءة، إضاءتها أتوقع فل LED بحكم إنها فل كامل، فهذه الشركات الصينية مثل ما تعودنا عليها مواصفاتها أعلى شيء. الجمال، جمال السيارة يتصدر بلونين، صارت تصدر بلونين، لون السقف بلون أبيض ولون البودي من تحت بلون ثاني. مثل ما شفتوا في الفئة الثانية كانت أوضح اللون الأزرق، بنصورها بإذن الله بعد شوي، فخلونا نستفرد بعد التغطية مثل ما قلنا لفئة الفل كامل. تقييم استهلاك القوت فيها، كل لتر بنزين بيمشيك 13.7 كيلو، تقييم جيد. الدخول باللمس او الدخول بالبصمة المتعارف عليها بالبصمة، وجناح خلفي وحساسات خلفية. بالنسبة للخلف، محرك 1500 سي سي تيربو، شعر المحرك او التيربو هافال H2، فتحتين عادم. هذا سقف البانوراما. وطبعا هذه السيارة بمعنى خاص او بمعنى صح مكفولة، فبصور لكم السيارة مفتوحة اللي باللون الازرق. خلونا نشوف تفاصيل المحرك بعد كذا نتوجه للسيارة الثانية، بنصور داخليتها بشكل كامل. هذه من الجنب، اتمنى تكون الرؤية واضحة ولو ان في الليل والاضاءة شوي خافضة. فمثل ما قلنا تفاصيلها بشكل كامل لفئة الفل كامل وسعره. طبعا السعر ب 68,900، وهذه مواصفاتها جاية باللغة الإنجليزية. أتوقع خلونا نركز على اللغة العربية أكثر، لكن كلها واضح إنها جاية باللغة الإنجليزية. هذه تفاصيله، وبالأخير السعر. مثل ما قلنا اختلاف ما بين فئتين فقط في المحرك، في السقف، هذه سقف بانوراما وهذيك لا. بشكل أدق أو بشكل أصح، إذا تبغى تعرف تفاصيل السعر زوروا فرع الوكالة في مدينة جدة. حاليا احنا متواجدين في أوتومول بالتحديد، بشرحوا لكم تفاصيلها بشكل كامل. بنتوجه للسيارة الثانية حتى نصور داخليتها بشكل كامل، فاللي حاب يعرف تفاصيلها الداخلية ترقبونا في التغطية الجاية. طبعا هذه التغطية برعاية صالة التركي للسيارات بمكة المكرمة، أكبر صالة عرض سيارات بيع وشراء واستبدال بمكة المكرمة. وخالص الشكر في نهاية التغطية، خالص الشكر لصالة هافال تحول فرصة تصوير H2، كان نفسي أصورها من فترة طويلة لكن ما حلفنا الحظ إلا اليوم بتصويرها، فلهم خالص الشكر.